شو ملعب؟ والله ما ادري توتر ولا ايش في شغله. والله توتر شغل اول لعبه فايزين 1-0 فريق قدامك بتسعة لاعبين. والله ما ادري عن الصراحه. في هدف ثاني جاي باذن الله. اتوقع يعني اقرب لاعب يمكن يسجل. والله رقم هذا الاصفر ذا ما عاد ضاغط عليه رقم 22 ذا. ما شاء الله الحين عندهم دعم عميرة الواصل وجاهم دعم تاني الشيخ محمد بنافع. كلمة توجهها للشيخ محمد بنافع. إن شاء الله يرعى أبناء هذا الفريق بنجاح. أعطيك العافية. عافية. واحد واحد. واحد واحد. إيش هم العيال؟ والله قاعد يستاذروا بس إن شاء الله نجيبها. فريق قدامك بتسعة لاعبين. والله. فرصة ولا مو فرصة؟ فرصة والله. بس قاعد يضيعوا إن شاء الله. يعني الحارس بابو 8 في الملعب. صح ولا؟ لا لا إن شاء الله يعوضون بالأهداف. توقع في هدف جاي ان شاء الله. وش رايك بالدعم الجديد محمد بنافع؟ والله نشكر على دعم الفريق وان شاء الله نجيب له بطولات وما نحزنه ونضيعه. الاستاذ عمير الواصل والله كافانا وودانا اللي يقدر عليه ونحن ان شاء الله نرد له جميل واكثر وهذا الدوري ان شاء الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. والله مباراه قويه. اي والله ايش ما قوي. ايش ما معك بيبي الا اكيد. ما شاء الله كل يوم متابع. اي والله كل يوم. كيف الدوره؟ دور التسامح ده يعني عاد ما نار. والله ناف نار. اكاديميات ها. اكاديميات ما حد يجلي مواهب. والله مواهب والله اكثر شيء كما يقولون يعني. يعطيك العافيه. الله يعافيك. ايوه موزع